اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا المعتاده عبر الصحف نقدمها لكم من قناتكم شوف تيفي. نستهل جولتها من يوم الصباح والتي عنونت في الصفحه الاولى: بن كيراني يشتري مرشحا برخصه محطه بنزين. وفي التفاصيل: اتهم محمد ساجد الامين العام للاتحاد الدستوري العداله والتنميه بالابتزاز الانتخابي باستعمال وسائل الدوله كاشفا صفقه غير اخلاقيه قادها رئيس الحكومه بتواطؤ مع وزيره في الطاقه والمعادن من اجل مقايضه رخصه تجاريه طلبها عبد الرحمن حرفي المنسق الحالي لحزب الحصان باقليم سيدي قاسم من اجل ارغامه على الترشح باسمه للاستحقاقات البرلمانية المقبلة. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم الصباح. بوادر أزمة في أسواق الخضر والفواكه أياما قبل عيد الأضحى، عنوان اخترناه لكم من يوم المساء. وفي التفاصيل: في خطوة تصعيدية تنذر بأزمة في تموين السوق بالخضر والفواكه بجهة الدار البيضاء على بعد أيام قليلة عن عيد الأضحى، قرر تجار ومهني سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء الدخول في إضراب أولي لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم المساء. وننتقل إلى يوم أخبار اليوم والتي عنونت: 90 شخصا تبخر حلمهم بالحج بعد أداء 300 مليون. وفي التفاصيل: 90 شخصا حضروا حقائبهم وودعوا أهاليهم واستعدوا ليكونوا على متن الطائرة التي اتجهت صوب المملكة العربية السعودية أمسنا الأحد قبل أن يفاجأوا بكونهم وقعوا ضحايا لعملية نصب جمعت فرائسها من مختلف أنحاء التراب الوطني واستطاعت بسهولة الاحتيال عليهم مستغلة شوقهم الكبير لزيارة البيت الحرام. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم أخبار اليوم. ونختم من يوم الأحداث المغربية والتي عنونت: افتضاح أمر جريمة قتل بعد 23 سنة بأزمور. وفي التفاصيل: توصل المركز الترابي لدرك أزمور يوم الجمعة الماضي بنتائج خبرة طبية صادرت عن المختبر الوطني للأبحاث الجنائية التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط حول جريمة قتل عمرها 23 سنة. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم الأحداث المغربية. بهذا الخبر نصل مشاهدينا إلى ختام جولتنا عبر الصحف. إلى اللقاء.